محمود الجوهري محمود الجوهري اتكلم مع الوزير علي الدين هلال، وتم الجلوس مع الكابتن محمود الجوهري في لجنة الشباب والرياضة سرا، وبعد كده حصل جلسة. هذه شهادة للتاريخ، لان انا كنت وقتها من تلامذة الاستاذ عبد الرحيم الغول والمقرب ليه، واخد بال حضرتك يا استاذ ابو المعاطي؟ اللي حصل بقى اتقعد مع الكابتن محمود الجوهري منفصلا، واتقعد مع اللواء يوسف الدهشوري حرب منفصلا، والوزير تولى يوسف الدهشوري حرب، والمرحوم عبد الرحيم الغول تولى الكابتن محمود الجوهري وقربه وجهات النظر. ما تقسمش على مصر ان مين يدخل مدير فني. صحيح. ما تعاندش في الرغبه الشعبيه الجارفه. حضرتك الخوف كل الخوف ان يفشل اجيري او من هو على شاكلته. سيفشل. ونجد نفسنا امام حسام حسن، ولكن وقتها سنبكي على الوقت الضائع. سيفشل اجيري وسيفشل في كاس الامم الافريقيه العام القادم، والسبب ان اخد تليفون ممكن؟ مين؟ كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن السلام عليكم. حبيبي استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ ابو المعاطي. الله يخليك يا كابتن، الله يحفظك. كابتن تحياتي ليك، وانا سعيد انك تكون معايا لاول مره على ال تي سي في برنامج كره بلدنا. انا اللي سعيد اكون معاكم، وفي نفس الوقت انت عارف ان انا ما يعني مش بحب اتكلم في اماكن كتير، لكن انا بحب اتكلم في المكان المحترم. الله يحفظك. الناس اللي هي شرفة. الله يحفظك. لو في اي مش اي غرض لاي حاجه، عشان كده لو انا احترامي للناس كلها اللي بتحاول ان انا تتكلم ان انا اخش مداخلات في اي قنوات ثانيه، كل الاحترام ليهم، ولكن بخش في الوقت المناسب في المكان المناسب اللي احس ان فيه ان المكان ده هذا المكان محترم بيوصل الامور بدون اي توجهات. بشرف لينا يا كابتن. كابتن حسام، يعني نحن امام مضلعه، اتحدث معك كحسام حسن. معضله. اتحدث معك مع حسام حسن هنا، المرشح من قبل الشعب المصري او غالبيه الشعب المصري والخبراء المختصين بالكوره. لما النهارده كم هذه العدد من الخبراء، لا مش عايز اعد عشان ما اظلمش، او يعني لما نلاقي الكابتن عصام عبد المنعم بيرشح حسام حسن، الدكتور طه اسماعيل بيرشح حسام حسن، الكابتن فاروق جعفر بيرشح حسام حسن، الكابتن حسن شحاته بيرشح حسام حسن، الشعب المصري بيرشح حسام حسن، او غالبيته عشان ما اتكلمش في لغه الجموع، واجد ان هناك اجيري وتم الوصول معه لاتفاق، ولدي مخاوف، فلا بد ان اتحدث معك ولا بد ان تكون موجودا في المواعيد. حبيبي انا طبعا بشكرك جدا استاذ ابو معاطي على الكلام اللي قلته دلوقتي. والله يا كابتن ده حقك يا كابتن، اقسم بالله ربنا يخليك. لكن انا كمان عايز اقول ان انا يعني ما تتصوروش انا فخور قد ايه وسعيد وبحمد ربنا بشكل كبير جدا على الفتره اللي فاتت. بشكر كل الجماهير المصريه والجماهير حتى خارج مصر، يمكن في المغرب حسيتها. صحيح. الاعلام المغربي لدرجه ان في سؤال اتقال في المؤتمر الصحفي، فبيقول احنا الشارع المغربي والاعلام المغربي بنفس المستوى الشارع المصري والجماهير المصريه، انه بيسالوا بيطالبوا ان احنا نكون موجود. فانا قد ايه فخور ان الجماهير المصريه، حتى لو كل الشكر للناس اللي هي رشحتني، كل الناس الشكر للناس اللي وثقت فيا سواء على المواقع او في التلفزيون، ده بالنسبه للجماهير. يعني انا بشكر جدا الاخوه المتخصصين زي ما حضرتك الاسامي اللي قلتها، الكابتن طه اسماعيل والكابتن حسن شحاته والكابتن فاروق جعفر والكابتن